مشينا ابو سعود يلا توكل على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحين الديار طلبت اهلها وماشيين بعد رحله 13 و14 يوم. مشينا ابو فهد. مشينا يا حبيبي. استرستوا؟ اي يا رب الحمد لله. الله يبيض وجيهكم ويانا. اي والله الله يبيض وجيههم ويستر عليهم ان شاء الله. احنا نبي ننقسم الحين، قسم بيروح للجوف وقسم بيروح للرياض باذن الله. الحين احنا يا جماعه الخير كل واحد برحله، رحله للجوف ورحله للرياض، من مصر من القاهرة للرياض ومن القاهرة للجوف. إيه؟ فنبي نتفرق، هذا بيروح معنا للجوف وانت بتروح للرياض بوجهك. شو؟ ايه فنبيك توصيه عاد راعي الجوف. لا لك ولاخوياك حقت الرحلات حقت الفندق حقت الاكل. ايه كم هذه؟ هذه من النص. هذه 200 جنيه هذه كم يعني؟ لا 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 هذه كتف المليون يا ولد. هنا لا 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 يا مسلم. وكانت سيف انه مع بين ديزل من هالجراكن اللي معنا سيناء. يوه بيننا وبين الزلت الحين 60 كيلو. هذا متشفق للروح. انت ما رعيت هنا؟ لا بالله ما انا متشفق للروح. طيب نسيت اناظر عذب هذا. اعوذ بالله من الشيطان. احنا ما ندري عدو هالصحراء القاحله. لا حول اتصال ولا حول شيء. يعين الله يعين. قطعنا الارض طول عرض فوق الشاصي بليهاء. الحين بنوقف ونصلي العصر والظهر جمعا وقصرا. نكمل ان شاء الله الى الديره. انت ريح يا الله خير. مساكم الله بالخير. ولا تعبتوا. ما شاء الله هو يمشي. والله انت خادم تغرب البيت. ليه؟ انت غرب البيت حق الطاعه. قام اشتغلت غادي نمشي. ما اشتغلت هذا حقيقه. ها؟ عطى الشاصي اسحبها. اوي يلا يلا اللي سحبني. يا سهل يسوق امشي انا ما اسوق. والله لا فش حق الصدى هذا بب. هو ترى مصدي هو. والله لا فشك. لا خمس ايام ما تروش يبي له بخاخ. احنا بنسحب الحين بالشاص يا ما ناصر الديره باقي لها 118 كيلو الديره زفت. ايوه هذه السياره هذه كل ما رحنا الديره ما تبي الديره تطفي على طول. ما ادري ايش بلاها على الديره، وش مزعلها على الديره هذه؟ يا اخوي ما ادري. كل نو ما نوينا يا. ليه قالك؟ طير بر هذه هي. الله ما يطير بر. طويرت بر طويرت بر. ايوه يلا. والله ما بغينا نوصل يا ابو فهد. الحمد لله على السلامه. اي والله الحمد لله على السلامه. من الساعه 2 الظهر الى الساعه 9 بالليل ما ادري وين هم مره. لا ما عليك عندك طياره بسحابه. الوضع في الواقعه. توقف توقف راح نجي نطلع قاموسه ولا شيء. هذا البلا قاموسه. اي توقف ترى صدمت لك ركب قره الحين. ويدي طبعا والله نمسكها عليك طول عمري. هزاع هزاع صدمه بقره بالصعيد. وصلنا المزرعة الحين بالري باسر ورانا خط 1000 كيلو ان شاء الله وباذن الله منها ان شاء الله للجو باذن الله تعالى. كان ما اخر الرحلات علينا ولا قالوا لنا ولا سووا ولا ها ولا ها. انت بدنا الجاموسه. انت بعد احسب لك جاموسه طلعت فايده عريشه. ويلي هذا اللي يقول شوف شجر صدق. يشوف العريشه جاموسه. ايوه